ورحمة الله وبركاته. في يوم من الأيام اللي انتصرت المغرب على البرتغال، اليوم دوت كان اسمه معركة وادي المخازن أو معركة الملوك الثلاثة. كانت معركة في بلاد المغرب الأقصى، وكانت ضد البرتغال سنة 986 هجريا 1578 ميلاديا. كان سيبستيان لما تولى عرش البرتغال، وكان هو طبعا مسيطر ساعتها على سواحل افريقيا واسيا والامريكتين، فاتصل بخاله فيليب الثاني قال له احنا عايزين، اللي هو ملك اسبانيا، عايزين نعمل حمله صليبيه جديده على الدوله السعوديه في المغرب، على اساس ان ممكن الدوله السعوديه تتواصل مع الدوله العثمانيه ويهجم عليها تاني او يهجم على الاندلس. وكان ساعتها الحاكم كان محمد المتوكل على الله، تمام، وكان في صراع بينه وبين عمه ابو مروان عبد الملك. فابو مروان عبد الملك استعان بالدوله العثمانيه، فقدر ان هو ياخد الحكم ابو مروان عبد الملك، وراح محمد المتوكل هرب وراح استنجد بملك البرتغال سيبستيان. فساعتها سيبستيان مع الجيش بتاعه قال له خلاص انا هاخد بقى دولة المغرب دي ليا، وراح بدأ يجهز المراكب والعساكر و20,000 من عسكر الأسبان. وأسبانيا بعت لي ملك أسبانيا بعت له 20,000، وفي 12,000 من البرتغال، إيطاليا بعت 3,000، والألمان زيهم وغيرهم، والبابا بعت له 4,000، وبعت له 1,500 من الخيل و12 مدفع. يعني أوروبا كلها بدأت تبعت الجيوش بتاعتها، وملك البرتغال راح مجهز 1,000 مركب عشان يحمل كل الحاجات دي للمغرب. وفعلا الجيشين بدأوا يقربوا مع بعض، فعبد الملك بعت لسيبستيان رسالة دبلوماسية بيقول له إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوازك العدوى، فإن ثبت إلى أن نقدم عليك خليك واقف مكانك، فانت نصراني حقيقي شجاع، والا لو انت هربت يبقى انت كلب ابن كلب. ده نص الرساله. فسيبستيان لما جات له الرساله دي فقال له ايه، يلا احنا نتقدم ونبدا ندخل بقى تطاوين والعرائش والقصر الكبير، وبحيث ان احنا ناخد الحاجات دي نتقابل. لكن سيبستيان قال لا، احنا هنتريث هنستنى. وابو مروان عبد الملك كتب لاخوه اسمه احمد هات الجند اللي عندك، وعشان احنا ندخل في المعركة القوية ديت. وكان اللقاء بين الجيشين في مكان اسمه القصر الكبير. فعبد الملك اختار القصر الكبير مقر لقادته، وبعت لرئيس سيبستيان ويعرف كل الحركات بتاعتهم، وكتب لسيبستيان بيستدرجه قال له انا جيت لك 16 مرحلة، ما تجيش انت بقى المرحلة الواحدة ديت، تمام، اني قد قطعت للمجيء اليك 16 مرحله، فلا قطعت انت مرحله واحده لملاقاتي. فنصحه المتوكل رجاله قال له لا، خلينا قاعدين في اصيله المكان اللي احنا فيه في الساحل، على اساس يبقى المؤن والحاجات عماله تجيلنا. لكن هو طبعا حس بالاهانه، فراح متحرك نحو القصر الكبير لحد ما وصل لجسر وادي المخازن، وراح قاعد هناك. وبالليل نسفوا جسر وادي المخازن والوادي لا معبر له الا هذه القنطره، وتواجد الجيشين بالمدفعين، وبعدها بالرماة، وبعد كده الفرسان. وطبعا المعركة بقى 4 أغسطس 1578 بدأ الحرب. السلطان عبد الملك كان مريض لكنه حارب بنفسه. القساوسة والرهبان قعدوا يشجعوا جند أوروبا وقال لهم ده البابا أحلكم من الخطايا والأوزار كلها، واللي هيموت هيخش على الجنة على طول. وأصبح بقى في طلقات نارية قوية من الطرفين، ومال أحمد المنصور الذهبي مقدمة الجيش على مؤخرة البرتغاليين، وبالفرسان على جانبهم طوقهم، وبدأت المهاجمة الشديدة ضد الرماة بتاعتهم. ومات سيبستيان ملك البرتغال وآلاف من رجاله حوله، ومنهم نبلاء البلاط وقادة الدولة البرتغالية. وحاول متوكل للفرار لكن هو مات. وتوفي السلطان عبد الملك عند انتهاء المعركة نتيجة الجهد الكبير اللي بذله في المعركة.
المعركة فضلت قد ايه؟ فضلت 4 ساعات و20 دقيقة. المعركة دي مات فيها 3 ملوك، عبد الملك وسبستيان والمتوكل، لذلك المعركة دي مشهورة بمعركة الملوك الثلاثة. وكانت طبعا البرتغال فقدت في المعركة ديت الملك والجيش ورجال الدولة و و و والقوات الإسبانية دخلت في اليوم الثالث من المعركة عشان تحمي القواعد البرتغالية الأربعة اللي هي ثابتة وطنجة وأصيلة ومزغان من الهجمات السعدية. وطبعا فيليب الثاني ملك أسبانيا استغل الفرصة واحتل الإمبراطورية البرتغالية سنة 1580. نتائج المعركة انهارت البرتغال عسكريا وسياسيا واقتصاديا بعد موت سبستيان ورجال النبلاء، والأسبان ضموا البرتغال لبلادهم بعد انهزام بقايا السلالة البرتغالية الحاكمة، وبدأ البرتغال يقولوا إن سبستيان ما ماتش وهيرجع، وطبعا لسه مستنيين لغاية دلوقتي إن هو يرجع. طيب في حاجة كده أخيرة حصلت بعد ما المعركة خلصت، يهود المغرب بيحتفلوا باليوم اللي تمت فيه المعركة اللي هو اليوم الثاني من شهر أيلول اللي هو سبتمبر، بيحتفلوا بيه بيحتفلوا بنظام البرتغاليين قدام المسلمين. ليه؟ لأن هم شايفين إن ده زي عيد بوريم اللي بيحتفلوا بيه بمعجزة اللي هي أنقذتهم من النزاحة، بيشبهوه ببعض. فلأن سيبستيان كان وعد إن هو لو انتصر وفتح المغرب هيذبح بالسكينة كل اليهود اللي مش هيتنصروا، تمام؟ فهم كانوا خايفين إن يحصل محكمة تفتيش بالمغرب زي ما حصل في الأندلس ومات فيها مسلمين ويهود كتير. فهم اليهود معترفين إن المسلمين كانوا بيعملوهم كويس سواء في الأندلس أو في المغرب، وعشان كده بيتذبحونا في فلسطين.